مرحبا يا حلوين. أهلين بمدير أعمالي الجديد. أهلا وسهلا. بعرف ضايقتك وجبتك لحد هون. إيه بس يعني أكيد ما استغلصني مو هيك؟ شو هالحكي؟ أنا معك بروح جهنم. كيفك نوكيت؟ حبايب قلبي بيندهوا لي نوكيت؟ كيفك نونو؟ كيف رح كون؟ شتتت، انهرت، دمرت من بعد نادر. والله وأنا مثلك. هو اللي كان مربيك ما هيك؟ طبعا مزبوط. شو بيطلع بإيدي أحكي؟ كنا متفقين بعد الإجازة إنه نجي نلتقي هون، بس هلأ قاعدة معك أنت بداله. الله يرحمه كان زلمة أكابر، هلأ ما عاد في أمثاله بنوب. طبعاً عسلامتك مو قصدي شي. شكراً كتير لذوقك. جينا نحنا شوي ورا شوي واحد واحد عم يروح. حاسة بروحة نادر. أنا كمان قربت خطوة تانية من قبري. بالأول إجاني هالإحساس، بعدين سحبت حالي فوراً. بعشق طاقتك الإيجابية الحلوة. الحياة حلوة كتير. الحياة بالنسبة إلي رحلة يا قلبي. أنا ليش جبتك لحد هون؟ ليش يا حزرك؟ تتا بدي أرجع على السينما، بس بدي الرجعة تكون بفيلم غير شكل. طيب بعمل يلي بيطلع بإيدي. بس ليك يلي مثلي بيعطوها دور الأم والحماية وهيك أدوار فاضية، مجرد صف حكي ما فيها عمق. يعني أنا بدي شي مثلي دوري لعلي طلالطة، دور كله طاقة وحيوية. يعني بدي فيلم يكون كله أكشن. شو عم تفهم علي؟ إيه أكيد فهمت. حتى شوفي نونو أنا وجاي لهون كان في هيك شي ببالي وعم فكر فيه. بتحبي علي بيلجن؟ ما بحبه لك، أنا بعشقه. إذا المسألة عن علي بيلجن شغلت كل الحساسات وعم اسمع شو بدك تقول. ركزي لقلك رح يبلش بفيلم جديد ومهم، ومغير طريقته كمان شوي بالشغل. وبطلته وحدة بعمرك تقريبا 35. 35؟ حكاية ست عادية وتحولها لمجرمة كبيرة كتير. إذا الفيلم فيه دم وقتل ما بدي، مالي مرأة. أبداً أبداً مانو هيك شي أبداً. أنا قريت السيناريو كله، السيناريو تبعه لطيف كتير. لكنون رجال ومرتون قلبت حياتهم وبيعملوا سرقة صغيرة مشان لقمة العيش، فبتعجبهم القصة وبيحبوها، بيقوموا بكبروا الضربة أكتر. وشو بيعملوا يا حزرك؟ بيخطفوا مدير البنك. بس بعدين بيسرقوا المصاري وبيروحوا بيستقروا بكوسموي. لك أنا طار عقلي. لا مو هيك، صح بياخدوا المصاري. بس لما بتلقطن الشرطة إيد بإيد بينطوا من الطابق السبعتعش وبينتحروا سوا، مثل كأنهم عصفورين وطاروا باتجاه الحرية الأبدية. بس البطولة إلي من غير نقاش. إذا بتوافقي رح يبلشوا تصوير بعد 3 أسابيع. شو هالحكي؟ لسه هلأ لحتى بيّن دور البطولة لمين؟ بهالسرعة التصوير؟ الصراحة هنن كانوا عم يحكوا ويتواصلوا مع نباهات شهري بس. طيب ليش ما قبلت بالدور؟ أكيد بيكون جايها عرض أحلى منه. ما بدها تشتغل سينما هالفترة، بجوز تكون مالة. حياتي هاي المخلوقة طاقتها بالحياة ما بتكفي أبداً لتكون نجمة طول عمرها. أنا موافقة. نوكيت دورو قريباً ستعود بفيلم أكشن إلى السينما والجمهور. رائع.